السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام، متابعي قناة من الآخر وخلاص، معاكم محمد نور الدين. موعد مباراة منتخب البرازيل أمام منتخب تشيلي، مباراة في ربع نهائي كوبا أمريكا 2021. متابعينا الكرام، المباراة بإذن الله تعالى بين منتخب البرازيل أمام منتخب تشيلي اليوم بإذن الله تعالى، أو يعني بمعنى أصح هو يعني ما بين النهاردة وبكرة، لأن دلوقتي أنا بصور الساعة 10 مساء الجمعة. المباراة ميعادها بإذن الله تعالى صباح السبت 3/7/2021، صباح السبت 3/7/2021 الساعة 2 صباحا بتوقيت مكة بتوقيت مصر وليبيا والسودان. المباراة معادها الساعة 2 صباحا بتوقيت مصر وليبيا والسودان، الساعة 3 صباحا بتوقيت مكة المكرمة السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق وسوريا والأردن وفلسطين ولبنان. المباراة معادها الساعة 4 صباحا بتوقيت الإمارات وعمان، ومعادها الساعة 1 صباحا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 12 منتصف الليل بتوقيت جرينتش وموريتانيا. منتخب البرازيل في مواجهة منتخب تشيلي، القناة الناقلة للمباراة قناة بي ان ماكس اتش دي 5 وبي ان ماكس اتش دي 6 ماكس 5 و6، ومعلق المباراة المتألق رؤوف خليف، ملعب المباراة اولمبياكو بيدرو لوديفيكو. اشترك في القناة، فعل زر الجرس، اعمل لايك الفيديو، ولا تنساش توقع المباراة عشان تشترك معانا في المسابقة الرياضية. نراكم في فيديو اخر بإذن الله تعالى. كان معكم محمد نور الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.